السلام عليكم، صباح الخير. كيف صبحتم؟ زيني كلشي بخير. صباح الخير لمام الصحاري. ان شاء الله فقنا. دابا 7 الصباح، ما قدرتش نوض في فيديو البارح، قلت لكم نوض 6 الصباح باش نصور الشروق، ولكن فطرنا وسمعنا واحد الريح بحال الشتا كطيح. هو ماشي شتا، وقيله الرمل كان كيطير الريح وكضرب في الخيم، واحد برد وسلس. صافي ما نوضناش، بقينا ناعسين حتى نوضنا. دابا صافي، دابا ماشي نفطروا، شوية برد. المهم دابا هي خاصها تطلع قايلة باش يسخن الجو. ايوا صافي، اتبعوا معنا. الصحراء في الصباح، راه فين غنمشيو نفطرو في ديك الخيم؟ راه هما هانتوما الفطور ديالنا. دابا بو في عنصوا لكم دغيا دغيا حتى خصني نمشي ناكل. شوفوا الرغيفات فيها الجو باغرير. هذا الفطور ديالي انا وامين، كنت حاط شويه عدلت الرز ديالي بحق ما عدلت ليش بحال البارح، قلت مخسره شديد. هانتوما فطرنا، انا وسعيده. سعيده بقى ندوره الدنيا في العالم والرز سطح حنايا. يلا دابا غنجمعوا قلوعنا وغادي نمشيو شحال نركبوا فوق الجموله. خليكم معنا، باي. راه الجموله اللي هن اللي عركبوا فيهم كاملين بينا، شتوم بهذاك الطريق اللي جينا من البارح في ديك الطونوبيرات، غنرجعوا منا في الجموله. هاد الجموله، هاد الجموله جاني الخوفي انا ما عرفتش علاش. طلعت مزيد فوق الجمال. سعيده في تينا، سعيده فين تينا؟ جمال الصغير. اه يسرى فوق الجمل مسكينة. المهم باقي خوفاني، بدينا كنطيرو الخوف شوية، حنا ماشيين تستمروا الرحلة فوق الجمل. أباي ساعة وشي حاجة وحنايا فوق الجمل في الصحراء، حاجة صعيبة بزاف الصراحة. نتي لا معاناة لا زايدة عليك. هيدا صعيبة لكم ديك الدورة اللي كتعملو في شرقاء، ديك القاية ساعة وزيادة في الصحراء فوق الجمل، وعاد تلقاو ديك الحودرة تجي من بلاصة اللي غتفتح. نزلنا من فوق الجمل، عرفت والله تا صعيبة، والله تا صعيبة تجيب الطريق كاملة فوق الجمل، الركبة فيه معذبة، وديك الحودرة سميكي هاود هيدا أيما نكونو غنطيحو. سعيدة نزلت خافت تطيح ونزلت، ومن بعد ندمت ساعة ما كان في وسط الصحراء ورجلك كيبقى يغطس في الرماح، عيت. ايوا صافي في الاخر ندمت ورجعت ركبت. دابا نشوف راه فين نتي امين، كتب لي اسمي عمشي نصور لكم بزاف. شوف سو اسمي، ما قدرتش نطلع من تما، شوف الرمل كتبقى تغطس وكنت غنطيح. المهم صور لكم من هنا. شكرا امين، انت بعدا طلعتي وتعذبتي كتبتيها. دابا حنا في واحد المتحف ديال الطونوبيرات، انا نوريكم. شوفوا هذا الجيب كيفاش عامله، فيهم كيفاش عاد تساق، ما فيهاش شي جود الضمان، فيها غير واحد الضمان. هذه ما عرفتش كيفاش تساق، كاين شي طريق ديالها اصلا، كاينه شي طريق ديالها. باين غادي نمشيو ندورو في الكواتر دابا في الصحراء، شي واعر دابا. خليكم.
اول غدا هو الاولاني او داكين نسلو دا الغدا غير الشناده بس عاجبوش اللي كاينه. سعيده مشغوله في الهاتف. ها الغدا الطاجين داو فيه الماكله عاد فكرت نصور انا عمسكم ها الطاجين البنات. دابا في التينري امين صاي مسكين ثلاث دقائق شتو مناظر تبارك الله كيفاش عاملين. هذا اوطيل اللي جينا ليلو ان شاء الله دابا يفتحوا لنا باب باش ندخلوا. هذه بحال ريستورانتي المهم كلشي مزيون كلشي هما عاملين طبالي وكراسة يعني الماكله هنايا كلشي مزيون اسمه دار ايور. المهم كلشي عجبنا الصراحه هاد الله تان دابا. هذا هو البيت ديالنا ها الاطلاله واو شي واعر. دخلنا نوطيل بدلنا علينا ارتحنا واحد شويه شويه وخرجنا دابا حنايا كيف قلت لكم في التينرين في كنا التينرير في التينرير كيف قلت لكم قبيله وصافي دابا حنايا خرجنا نتراو شويه هنايا في لا غارغانتا دي نسيت شنيقل ديال طودري لا غارغانتا ديال طودري ما نادر مزيونين هنايا. ها شجره ديال اللوز شوفوا اللوز باقي خضر اللي كتكلو في لاكي هرس باقي باقي في اللوز نقوزو فوق هادي. دابا حنايا غادي نتعشاو جالسين فهاد ريستورانتي طلا فيها جالسين على ضوء الشموع وامين دابا عامل لي فلاش قلب قبالتي باش تشوفوني وسعيده هي حتى هي. صباحكم مزيانين كلشي بخير اليوم نهار جديد عاود حنايا كيف بيتين في تينرير كيف قلت لكم البارح وصافي فيقنا فطرنا تعلمت النياض بكري اليوم جاتني الفيق ساهل في النهار كان كيجيني صعيب حق اليوم بديت كنتانس فقت في 7 الصباح. ايوا صافي دابا فطرنا وهبطنا مول ديالنا وغادي نمشيو اش كيقولوا الترونسبور باش غادي نشبر الطريق نورزازات ان شاء الله. شوفوا شوفوا تبارك الله شوفوا شوف 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 شوفوا قداش يجب تبارك الله شوفوا ما شاء الله على مناظر هنايا كتحمق شوف واو على جبوله هنايا شي حاجه واعره. شويه فهاد الموطا باش نضربو التصاور
الله ما نعرف وين حنا. المهم منظر زين كيف ما كتشوفوا مورايا. هادشي مزيان تعقلوا على هذاك راهو كنقولوا له الطاس ويده عزيزه باقي عندها. كنعملوهم في مناسبات ملي كنكونوا مجموعين كندورو كنغسلو كل واحد كي وحده كتهزو وتكب زعما كل واحد يغسل يده الصابونه تما والماء والفوطه. صحي شويه شوفوا شنو كاينه. كاينه مناظر كتحمق راه نصور لكم. المهم الدنيا هنايا غزاله غزاله غزاله. صوره مناظر كتحمق خصكم تجيو لينا يا الله. دابا حنا في طريق دور زازات شابرين دور زازات فين بالضبط ما نعرف. واو فين البنات فين حنايا. المهم حنا في طريق الزازات كنت راكم قبيلتي انا في واحد القهوه الاسم ديالها صعيب شويه باش ننطقوا. واحد المنظر صورتو. شوف هنا في القهوه ديال تيميزيليت. تحيه للناس ديال هاد البلاد. كنسلم على الناس اللي ساكنين هنايا كاملين اللي اصلا من هنايا كاملين كاملين. البلاد ديالكم واعره بزاف. ورزازات دابا غادي نضربوا واحد الدوره هنايا ومن بعد غادي نمشيو ناكلو. المهم كنسلم على الناس ديال ورزازات كاملين تحيه خاصه البنات ديال ورزازات اللي كيتابعوني اللي كيتبعوني واللي كيتفرجوا فيا. سمحوا لي غلط. حنا ماشي في ورزازات حنايا في قلعه مكونه. قلعه مكونه نظر عواج يعني. كنشوف عيني من نظر عواج. المهم ما علينا جينا غادي نتغداو هنايا. امين ماشي هنايا قصو الحوت ماشي في الصحراء ياكل الحوت. المهم ما علينا كنتسناو طلبنا قطبان وداكشي الحمق قادوش كيعرفوا والله الا تعوجوا لي بالنظر. ها الغداء ديما كنت بديت كناكل نتفكركم طويجن والكفته والدجاج. المدن اللي جوزنا فيهم كامل ما كناش كنجبروا هادو. واخيرا دابا طحنا في واحد البازار وديت هذه ديال المرزوقه اللي كنا فيها البارح ودي ديال قلعه مكونه اللي حنايا فيها دابا وصافي وشريت شي خريبقات هايضه. مرحبا بكم معنا في ورزازات. حنايا دابا وصلنا غادي الاستوديو اللي كيصوروا فيه الافلام. غادي ندخلوا الاستوديو ديال التصوير. دابا داخلين حنايا المتحف هذا اللي كيصوروا فيه الافلام. هنايا هنايا فحال مثلا تصور الفيلم ديال الرساله تصور جلادياتور بزاف افلام اخرين ما نعرفوش شويه شويه. المهم هنايا كانوا كيصوروا حديد دان قال لك السيمانه اللي فاتت عاد سالوا التصوير. حازم سعيد من فلسطين. تعرفي احنا من متابعين صفحه يسرى الطنجاويه ما شاء الله نوجه كل التحيه والتوفيق. برافو عليكي وفرس سعيد شفناك شخصيا اليوم. كل التحيه من فلسطين لك ولاهل طنجة. شكرا من اهل اهل فلسطين كامل. كنت بانكم ابرم يسرى الطنجاويه. شكرا سلامه.
فانا مزيونات. المهم كنا كندورو هنايا كنشوفو هاد المتحف ديال التصوير كيف ما قلت لكم في الاول، وتلاقينا صدفه هنايا قناه الغد كتصور واحد الروبورتاج ديالها. المهم تلاصيد اللي كيصور القناه كيعرف القناه ديالي وعمل معايا لقاء، كنسلم عليه كنجي له تحيه كنقول له شكرا، هذا اول لقاء تلفزيوني ديالي، ما عرفتش كيفاش غادي نشوفو دابا، انا باقي مسافره قال غيجوز من دابا 3 ايام. المهم ديك الساعه غيصيفطوا لي وديك الساعه ننزل لكم في القناه الرابط باش تشوفوا اول لقاء ديالي وانا دهشانه وخوفانه على الله كيفاش غيبان ديك الشيء. المتحف خرجنا منه دابا عاد. المهم انا ما صورت لكم شي، كنت ملهية كنشوف اللي بغى يشوف من الداخل كيفاش عامل. امين صور كلشي تقريبا، المهم ماشي كلشي الصراحه، صور بزاف ديال المقاطع من الداخل. ديك الساعه نخلي لكم رابط الفيديو ديالو تدخلوا عندو تشوفوا شنو كاين. صافي قال لك كاينه واحد السوربريز تما حنا باش نشوفوها شنو هي. ايوا صافي خليكم معايا. هذا هو اللي عمل الدوبلير ديال بلاده اللي صور بريزون بريك لا تيمبورادا 5. بلادنا هذا شمن فيلم ناسيونال جيوغرافي فاش كيجيبوا عليه ما بين افغانستان وباكستان، فيلم اللي يمثل هذا الراجل. المهم هذا بريزنت بريك مسلسل عالمي. شو كاين شي باه وصلنا لوطيل دابا داخلين نشوفو البيوت ديالنا كيفاش عاملين وصافي هادشي اللي كاين. اوتيل كيفاش مزيان. فلم زيونات. المهم دخلنا الاوتيل صلينا بدلنا علينا ودابا غادي نتعشاو العشاء عندهم بوفي ليبري وصافي. مول العشاء نشوفو فين غادي نمشيو. هنايا شلايط فردوس كتعمر الكرسي ديالها، هادو تاهما طباس شلايط امين كيعمر الكرسي ديالو. هنايا كاينه الطبق الرئيسي سباغيتي الصلصات العدس. المهم شويه شويه من الحاجه بوفي متنوع. باي تعشينا ودابا خارجين نتمشاو شويه نشوفوا الدنيا هنايا. ما عرفناش شي سيستم ديال المدينه واش كيساليو بكري ويدخلوا فحالهم ولا كيتعطلوا فايقين في الزنقه. كتبان لي الدنيا كتصفر. امين جابوا الله راسه في طنجه، طنجه ديال الدنيا باقي عامره. رجعنا بحالنا للاوتيل كنا نعسو بكري، غدا خصنا نوضو 6 الصباح حيت قالك الفطور مع 6 ونص ونشبرو الطريق باش وقيلا غنمشيو مراكش غدا. المهم وعليكم السلام. ما عرفناش اصلا فين نمشيو تارا وما عرفناش السنترو فين هو، بنت الدنيا خاويه وكل الناس صافي اصلا بحالنا طيحت السرد. ايوا صافي دابا بحالنا الله يصبحكم على خير، تهلاو فراسكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد مع بعض ان شاء الله. سلامه.